في البداية أود أن أشير إلى أن تاريخ قصبة المهدية تاريخ عريق ويعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد أو أكثر من ذلك، ونتوفر على الوثائق التي تتحدث عن مختلف مراحل هذه القصبة، كما أن عقدت عدة ندوات في حول التاريخ من طرف كلية الآداب، وكذلك من طرف بعض الباحثين الذين ألفوا مؤلفات حول هذه القصبة وقصبة المهدية. وبالتالي سأتحدث بإيجاز موجز جدا، ذلك أن القرطاجيين تحت أوامر حانون وهو أمير قرطاجي أسسوا مجموعة من المراكز التجارية، أولا في البحر الأبيض المتوسط ثم هنا في المحيط الأطلسي، ومن بينها هذا المكان الذي أطلقوا عليه تيماطيريا أو التيماطيريون. ثم يبدو أن هذا المكان كان خاص للمبادلة مع السكان الأصليين عن طريق المقايضة، وقد وصف هيرودوت كيفية وطريقة المقايضة مع السكان الأصليين والقرطاجيين. لا مجال ولا يسع المجال باش نتحدثوا عليها في هذا المجال. وكذلك عند الفتح الإسلامي كان للمهدية شأن عظيم، فكانت تسمى المعمورة، وخاصة في عهد الموحدين الذين أقاموا هنا ورشا لبناء السفن من أجل فتح الأندلسي. فكانت المهدية أو قصبة المهدية كانت تسمى حلق الوادي، لأن نسبة إلى المصب، أن الحلق الوادي يطلق على المصب، كانت تسمى قصبة حلق الوادي أو المعمورة. والمؤرخون أيضا اختلفوا في هذه التسمية، فهل المعمورة نسبة إلى غابة المعمورة أو لأنها عامرة ومأهولة بالسكان؟ فإذا كانت إحدى القواعد العسكرية للموحدين، وعرفت ازدهارا ونموا، وكانت بها حامية عسكرية، وكان بها أيضا مركز تجاري. لكن مع خروج المسلمين من الأندلس تغيرت الأحوال، خاصة أمام الهجمة الإيبيرية، أي البرتغال والإسبان مع ظهور البرجوازية التجارية في أوروبا وحاجتها إلى الأسواق، فقامت إسبانيا والبرتغال بهجوم جماعي على الشواطئ المغربية، وهي أقرب الشواطئ إليها، وبالتالي تم احتلال مجموعة من الشواطئ، خاصة أمام ضعف الدولة المغربية في ذلك الإبان، المارينيين على الخصوص، وأواخر الدولة السعودية بدورها أيضا. فاحتل البرتغال قصبة المهدية، لكن احتلالهم لم يدم طويلا، فتكبدوا خسائر فادحة وانهزموا انهزاما لا مثيل له بفضل مقاومة المجاهد العياشي الذي كان ينظم هجومات على البرتغاليين ويتم الإلقاء بهم في البحر، حتى أن وصف أحد المؤرخين مياه النهر بأنها كانت حمراء بالدماء. ولهذا تم طرد كنس النفوذ البرتغالي هنا. طبعا المقاومة المغربية بصفة عامة حاصرت نفوذ الأجنبي، حاصرته في السواحل. ولولا هذه المقاومة خصنا نعرفوا واحد القضية، أن نفس البرتغال، نفس الإسبان، نفس الأسلحة، أي نفس العصر
استطعوا يهزموا الهنود الحمر في أمريكا اللاتينية ويقضوا على حضارات الأنكا والأزتيك والمايا، ولكن هنا لم يستطيعوا نيل ولا القضاء على المغاربة، بل أن المغاربة حاصروهم، وهذا ما يدل أن المقاومة كانت إحدى محركات تاريخ المغرب في ذلك الإبان. كانت المقاومة هي سبب قيام دول. فإذا ستكون المهدية هنا أصعدت فقط المراحل دون أن نتحدث عن المآثر العمرانية داخل القصبة، إنما فقط نتحدث عن التاريخ وبإيجاز عن سرد عام للتاريخ. ثم كان الأوروبيون للقضاء على المقاومة المغربية وعلى ما يسمى الجهاد البحري واللي هما تسميوه القرصنة، كان يؤلبون بعض المغامرين الأوروبيين للقيام بالجهاد المضاد بالقرصنة المضادة. وهنا نزل مغامر إنجليزي اسمه ماورين، احتل القصبة المهدية وجند مجموعة من قطاع الطرق ومن كل ما هو هامشي في أوروبا من الأوباش، فنزلوا بقصبة المهدية لمحاصرة أيضا محاصرة السفن الأوروبية أحيانا، ولكن أيضا وخلق مشاكل للدولة المغربية إلى أن احتلها الإسبان. والاحتلال الإسباني هو دام مدة طويلة، فرغم مقاومة المغاربة لهم إلى أنهم احتلوا مدة المدية إلى أن تقدم السلطان مولاي إسماعيل وجند جيوشا في إطار سياسته لتحرير الموانئ، فتم طرد الإسبان سنة 1861، ومنذ ذلك الوقت أطلق عليها اسم المهدية، بينما لم تكن تسمى الاسم قبلها التاريخ. فبعد تحريرها على أيد قائد مولاي إسماعيل علي بن حدو الريفي أقيمت بها حامية عسكرية واستعادت حيويتها إلى عهد السلطان مولاي سليمان. مولاي سليمان كان متأثرا بالفكر الوهابي، وبالتالي اتخذ سياسة العزلة من أوروبا، كان يعتقد أنه خصنا نقطعوا العلاقة مع الكفار مع الأوروبيين، ووهب أسطول المغرب البحري للأتراك بالجزائر، وقضى على العزلة اتخذ سياسة العزلة، فانكمشت السواحل ومن المهدية كمش النشاط البحري، فاتجه الى التجاره مع الاتراك ومع الخليج مع الشرق العربي ومع افريقيا السوداء. وبالتالي عرفت المهدية انكماشا الى ان حلت فرنسا بالمهدية بايجاز، حلت المهدية هنا في سنة 1911 في اطار ما يسمى حملة مواني او الجنرال مواني، ذلك أن فرنسا كان هدف ديالها بعد احتلال الدار البيضاء وجدة في 1907، كان الهدف هو احتلال الغرب واحتلال السواحل المغربية والوصول إلى العاصمة فاس، لأن المهدية كانت أقرب نقطة أقرب ميناء إلى فاس، علما أن العريش كان تحت الاحتلال، كان سيقع تحت الاحتلال الإسباني. ولهذا نزلت القوات الفرنسية بقوات ضخمة أغلبها من الجزائريين ومن السنغاليين وغيرها في إطار ما يسمى حملة مواني، فنزلوا بالمهدية واتخذوها قاعدة عسكرية منذ ربيع 1911، فوضع فيها مركز للقيادة وبدأ تخطيط للتوسع في الغرب ثم الوصول إلى العاصمة فاس لفرض معاهد الحماية على السلطان مولاي سليمان. وهكذا تم قامت هذه الجحافل من الجيوش بالتوجه نحو قصبة مولاي عبد العزيز بالقنيطرة، وهناك تم تجميع هذه القوات
وتم التوغل في الغرب وواجهتهم مقاومة، فظلت المهدية مهجورة من جديد، رغم أن الميناء كان يقوم بنوع من النشاط الصيد البحري. وإلى 1942 خلال نوفمبر 1942 نزلت القوات الأمريكية في شواطئ شاطئ المهدية، وذلك في إطار عملية ستورش والتي تستهدف محاصرة نفوذ الألماني والنازي في الألماني النازي والإسباني في شمال إفريقيا. وسميت عملية الإنزال بالمهدية أو هنا سمت عملية كرة المرمى أو جول بوست أو مرمى هكا جول بوست اللي سموها في إطار عملية ستورش. طبعا وقعت مواجهة هنا في من هنا إلى القنيطرة، وقعت مواجهة بين القوات الفرنسية والقوات الأمريكية. قد يقول قائل علاش؟ علاش الفرنسويين هنا؟ الفرنسويين جاوا يضربوا الأمريكان، يدبزوا مع الأمريكان، لماذا؟ رغم أن أمريكا جات باش، لأن فرنسا منهزمة، والأمريكان جاؤوا لمحاربة عدو فرنسا، ألمانيا والنازية، لماذا؟ لأن فرنسا انقسمت إلى قسمين، هناك حكومة دوغول في المنفى أو الحكومة الحرة التي تدعو إلى الفرنسيين إلى تحرير فرنسا ولمحاربة النازية، وهناك حكومة موالية للألمان ومقرها مدينة فيشي تسمى حكومة فيشي وموالية للألمان، وقعت معاهدة سلم مع الألمان، والمقيم العام ديال المغرب يقع تحت نفوذ هذه الحكومة الموالية للألمان. لهذا قام بمحاربة الأمريكان وانهزموا في وقت لمدة 3 أيام، بعدما وقعت خسائر في الطرف الأمريكيون على القاعدة بالقنيطرة. وهكذا يمكن أن نقول أن قد استعرضنا تاريخ المهدية بإيجاز. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.